النص على البركة، أعلنت الانطلاق مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مباشرة مع أول المراكز وأول المنطلقات في هذا الشوط. هناك شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير. النقلة مع ثاني المراكز، وهناك الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، محمد بن خالد العطية يتواجد في عملية التضمير. الدور دور المركز الثالث، ومن تأتينا على المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بسالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير. بينما هناك رابع المراكز، رابع المراكز من تصل، هناك الخوارة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وحمد بن يوعان الشامسي، من يقدم لنا في هذه اللحظات اللي هي الخوارة على رابع المراكز. النقلة مباشرة مع خامس المراكز، ومن تأتينا على خامس المراكز نشوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، عتيق بن سالم بالعرطي يتواجد في عملية التضمير. بينما سادس المراكز، هناك تواصل من برقية، من تأتينا على سادس المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي، يتواجد الشاب اللطيف مع اللي هي برقية في هذا الشوط وهي على سادس المراكز. النقلة مباشرة مع سابع المراكز، وهناك ألف هدى، من تأتينا على سابع المراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن عبيد بن بعيران في عملية التضمير. النقلة مع السابع المراكز، ومن تأتينا هناك اللي هي العقرب، من تأتينا على السابع المراكز لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، هو من يديرها في عملية التضمير. انتقل مباشرة مع تاسع المراكز، واللي غيرت نشبة في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني فهد بن سيف الخيارين. عاشر المراكز، من الجانب الآخر تتواصل نشوة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن التذكير بالتوقيت الزمني حتى هذه اللحظات تحت أقدام جميل المملوكة لهجن الرئاسة بقيادة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي، توقيتها الزمني 9 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية، هي صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح حتى هذه اللحظات. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، هناك الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. النقلة مباشرة مع ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء بتواجد شقرة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير. بينما ثالث المراكز تصل في هذه اللحظات نشوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عتيق بن سالم بالعرطي في عملية التضمير. النقلة مع رابع المراكز، وهناك تتواجد الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير. بينما هنا خامس المراكز تصل في هذه اللحظات اللي هي الخوارة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان حمد بن يوعان الشامسي في عملية التضمير. النقلة مباشرة مع سادس المراكز مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، من تصل في هذه اللحظات اللي هي برقية لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي، يتواجد مع هذا الاسم على سادس المراكز. بينما سابع المراكز، هنا تصل ملوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين، ينتقل إلى خامس المراكز.
سابع المراكز تصل هناك اللي هي حرية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن الضعيف في عملية التضمير، بينما النقلة مع ثامن المراكز وهناك تصل شعاع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بسهيل بن هيان يتواجد في عملية التضمير، بينما تاسع المراكز هنا تصل اللي هي الفهدة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وأيضا راشد بن عبيد بن بعيران في عملية التضمير. هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدم وبقول المنعطف الأخير، المنعطف الأخير مشاهدين الأعزاء 1500 متر المتبقية من نهاية هذا الشوط بقيادة نشوة على الصدارة على المركز الأول، نشوة في الصدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بسالم بالعرطي هو في الصدارة أيضا مع نشوة في عملية التضمير، بينما ثاني المراكز هناك الظبي، الظبي على ثاني المراكز لسمو الشيخ لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ثاني محمد بن خالد العطية هو المرافق لها في عملية التضمير. 1200 المتبقي 1200، أذكر لمن يريد الذكرى، أنبه لمن يريد التنبيه بأن بدأنا في لائحة الخطر. 1200 متر ثالث المراكز هناك شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن مروشد، بينما رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء هناك تصل في رابع المراكز اللي هي الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، سري بسالم بالعرض الحميري بسم الله وتبارك الله، القادم أحلى من المناطق الخلفية، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. الله 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 الله، أكتفي بالخمس المراكز الأولى وأدخل الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين، هناك الصدارة، هناك المقدمة مع اللي هي نشوة، نشوة على الصدارة على المركز الأول، الخمسمائة متر الأخيرة النهاية مع نشوة على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرطية الحميري، بقول لك جولة الأوامر النهائية، جولة الأوامر وحذاري من الظبي، حذاري من الظبي القادم الأقوى، الظبي الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم، ولكن السلامات وين؟ السلامات إلى المرموم، إلى دانة الدنيا دبي وإلى المرموم، ما شاء الله ما شاء الله، مع اللي هي مشكور يا المتمرس عتيق بسالم بالعرطي، نشوة لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم. هذه هي لحظات الوصول معلنة هنا الفوز، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وإلى عتيق بسالم بالعرطي على فوز نشوة، بينما ثاني المراكز الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بسعيد المكتوم، ثالث المراكز تصل هناك ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوم، بينما رابع المراكز صاحب السمو الملكي الامير التركي بن محمد بن فهد ال سعود، خمس مراكز لهجن العاصفه. اعود بالتوقيت الزمني هنا لحظات وصول نشوه، تهانينا والناموس، قطع المسافه في 9 دقائق 22 ثانيه، 8 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس على فوز نشوه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والى عتيق بن سالم بالعرطي، تهانينا وناموس حمد بن طويرش الوهيبي يتواصل في الشوط 11. بسم الله الرحمن الرحيم، على البركة، ينطلق الشوط 11، يحمل لنا اسم إذاعة جعدان محليات لأصحاب السمو الشيوخ، انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة، والكادر الثاني يعيد لنا لقطات من وصول الشوط الذي انتهى قبل قليل، والكادر الأيمن الصغير